هذا البرنامج برعاية إيفر كافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفتوا الفيديو اللي قبل هذا الفيديو، وهو اللي خلاني أنا يعني أتحمس إني أعمل فيديو مثل هذا الفيديو وأشرح فيه عدة أشياء. هذه واحدة من عمليات النصب والاحتيال للأمس حصلت معي، وبالصدفة إني يعني صورت الشاشة، عملت فيديو للشاشة. والغريب إنه اللي تواصل معك يعني تواصل معي في رقم ثاني، عملت له بلوك، تواصل معي في نفس الرقم مرة أخرى برقم غير، لكن نفس بداية فتح خط البلد اللي هو 27 جنوب أفريقيا، حط لي رقم واتساب، رقم فتح البلد من اليمن جنوب أفريقيا، سمك لبن، تمر هندي. فهذه واحدة من حالات النصب والاحتيال. يعني ما معقول أن واحد يجي وانت جالس في بيتك تاكل وتشرب وتهز تلفونك وتحصل $100 كل يوم. السماء لا تمطر ذهبا او فضة، يعني بالعقل. والاغرب انه في ناس تصدق هذا الكلام وتروج بطريقة سلبية، ويعني تروج لهذا الامر وهي ما عندها خبر. هذا هو الطريقة السلبية، يعني تساهم في عملية النصب والاحتيال على هذا. وقبل فترة في عمان وفي عدة دول يعني أشخاص راحوا ضحايا لهذا الشيء. وللأسف إنه الناس ما تتعلم. ما دام إني أنا دمرت خليني أدمر البقية، ما دام إني أنا يعني وقعت ضحية خلي البقية يعني يكونوا ضحية. بالمختصر المفيد، مثل ما تفر أنت من النصب والاحتيال، أيضا ساهم في نشر ثقافة ووعي ضد مظاهر الاحتيال والنصب المنتشرة خصوصا في شهر رمضان. تقبل الله منا صيامنا وقيامنا صالحات أعمالنا.